الله الرحمن الرحيم. معكم حسين حميد، عميد فريق قدماء رجاء مول عشار لكرة القدم. أولا كنشكر اللجنة المنظمة اللي أنا حنا وكل شي رجال الخفاء اللي خدموا في الدوري صغار كبير، وكنشكر الضيوف والحمد لله كنهنوا لهذا الفوز الأهل قليميم، مبروك علينا والحمد لله. نتمنى بحال هاد التظاهرات تعاد علينا في هذيك المدينة إن شاء الله، وكنهدوك وكنشكروا جميع الإعلاميين الجماهير كل شيء اللي ساهم في هاد التظاهرة ونجاح الحمد لله على كل حال، وشكرا خالص. محمد سالم كنداوي لاعب قدماء طنطا لكرة القدم، جينا شاركنا في هذا الدوري ديال محمد الرجال صراحة اللي كان دوري في المستوى، وكنشكروا اللجنة المنظمة على هذا الشيء، وكنشكروا كل واحد اللي ساهم. وسي محمد الرجال انسان غني عن التعريف، وادنون كلها كتعرفوا، وحنا لبينا النداء وجينا شاركنا، وكان الدوري في احسن مستوى، وكنتمنوا انه دائما يستمر، وعلى انه السنه الجايه ان شاء الله غيكون بالعيون وغيشاركوا في اكثر شي 8 فرق الداخله غتزاد والطرفايا، يعني ان شاء الله غادي يمشي لواحد الصدى كبير ان شاء الله، ربما يكون بطوله مصغره جهويه، ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا لكم.